دشنت شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي كيميفيك منصة التداول الإلكتروني أوسط بحضور مدير عام شركة مباشر للخدمات المالية زيد العالول. نحتفل جميعا بتدشين منصة التداول الإلكتروني الجديدة أوسط. لقد كانت كيميفيك السباقة في المنطقة بطرح خدمة الأوسط.com للتداول عبر الإنترنت في عام 2002، وذلك للأفراد والمؤسسات المالية، كما وفرت كيميفيك وصولا مباشرا إلى السوق DMA من خلال فيكس هوب الخاص بها، والذي تم تطبيقه في عام 2005، ليصبح ويظل حتى الآن البوابة الوحيدة إلى سوق الكويت الأوراق المالية والأسواق الخليجية في آن واحد. سبب اختيار طبعا مباشر لهذا النوع من الشراكة مع شركة عريقة زي كيميفيك، إنه كيميفيك احنا بالنسبة لنا هي البايونير بالسوق الكويتي بمجال التداول الإلكتروني، وعندهم تاريخ عريق بهذا المجال، يعني من 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 2002 2003 بلشتوا التداول الإلكتروني، واحنا يعني عم ننظر لهم قاعدين كأكثر يعني كأكبر شركة بالكويت، عندهم خبرة ودقة بالتعامل مع العملاء من ناحية التداول الإلكتروني. طبعا كمباشر بما أننا شريك لكيميفيك رح نسعى دائما طبعا أنه نقدم أفضل الخدمات، وأول خدمات رح تقدم من خلال البلاتفورم تبعنا رح تقدم لكيميفيك، لأنه إحنا بنعتبر الكلاينت بيس تبعهم متطور وسوفيستيكيتد وبفهم بالتداول من ناحية الأسواق العالمية يعني.